وإلى الملف الاقتصادي في مصر، أظهر تقرير للبنك الدولي أن مصر كانت أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019، إذ استحوذت على ما يقرب من 34% من إجمالي ديون المنطقة. ووفق تقرير البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية، أدى تراكم الديون في مصر إلى زيادة أعباء الديون في إجمالي المنطقة بنسبة 5.3%، وهي أكبر قفزة منذ 2009. وزاد الدين الخارجي لمصر بنسبة اقتربت من 15% عام 2019، ليسجل 115 مليار دولار مقارنة بنحو 100 مليار دولار في 2018. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن هذه المبالغ تضمنت سحب ما يقرب من 13 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، ونحو 90 مليار دولار التزامات طويلة الأجل، و 10 مليار جنيه التزامات قصيرة الأجل. وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير الاقتصادي السيد عبد الحافظ الصاوي. هذا التوسع الضخم في الاقتراض في مصر، سيد عبد الحافظ، كيف تقيمه؟ التوسع في الديون بالنسبة لمصر هو حالة مرضية للأسف الشديد، نظرا لأن الموازنة المصرية بتعاني من مشكلة رئيسة، ويمكن أحد البيانات اللي ذكرتها حضرتك بتعبر عنها، وهي أن في 11 مليار دولار ديون قصيرة الأجل. فالموارد العامة للموازنة العامة في مصر لا تسمح بتوفير مثل هذا المبلغ في إطار سنة، فلابد أن تقوم الحكومة المصرية كما تفعل لقرابة 5 سنوات ماضية أو 6 سنوات ماضية، أن تتعامل مع سوق السندات الدولية وتصدر سندات من 8 إلى 10 مليار كل عام، وبالتالي سنفاجأ بهذه النتيجة على مدار السنوات القادمة، أن مصر هي الأكثر مديونية على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط. طبعا المعلومة في حد ذاتها بتكشف لنا مرة تانية وبتأكد على ما قلناه مرارا وتكرارا من أن ما يسمى الإصلاح الاقتصادي في مصر هو مجرد وهم، لأن الدولة عاجزة عن الوفاء بالأقساط والديون، فتلجأ إلى عملية تدوير الديون حتى تقوم بسداد التزاماتها. ومسألة التنمية في مصر هي بعيدة تماما عن توظيف الديون التي يتم اقتراضها، فالديون تأتي لتبني احتياط النقد الأجنبي، تأتي لسد عجز الموازنة، تأتي ليتم تبديدها في مشروعات الكباري و الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة، لكنها لا تعمل على تحسين حياة الناس ورفع الخدمات الموجودة، أو العمل في قطاع الزراعة أو قطاع الصناعة أو في خلق فرص عمل حقيقية. لذلك بنجد الناتج المحلي الإجمالي في مصر هش، وإن قيمته متواضعة عند 305 مليار دولار، فضلا عن أن هذا الناتج بيعتمد على الاستهلاك بشكل كبير جداً. مصر كل سنة بيزيد اعتمادها لاستيراد الغذاء من الخارج، عندنا حوالي 8.5 أو 9 مليار دولار عجز في الميزان الخاص بالغذاء. فقضية الديون بالنسبة لمصر هي قضية يعني متأزمة، وبتعبر عن المعضلة التي دخل فيها الاقتصاد المصري منذ أكثر من 6 سنوات. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الحافظ الصاوي على هذه المداخلة. الخبير الاقتصادي كنت معي عبر سكايب من إسطنبول.